انا الام ديال الوليد اللي تكرفس عليه هذا السيد اللي هو موظف وجارنا في نفس الوقت. انا فايت تحرش بيا هذا السيد، انا مطلقه بوليداتي وفايت تحرش بيا هذا السيد، ومشيت شكيت به الاداره وضرب لي ولدي وما عرفتش على السبب شنو ضرب ولدي، وشكيت به عند الدرك الملكي. منين شكيت به عند الدرك الملكي بقات الشكايه تما ما تابعتهاش، بقات تما حتى واحد النهار نهار 9 في الشهر ما كنتش انا، كنت مشيت للمحمديه كنجري على واحد العمليه ديال الوليد. عيطت لي مرت الاخ ديالي، منين عيطت لي قالت لي راه زكريا في واحد الحاله لا يرثى ليها، جات حاله تاع كريز وهو ما كتفهمش الهضره ديالو حيت هو عنده اعاق. ملي جيت مع ديك التعود ديال الليل كنلقى ولدي في حاله كريز، كنشرب له الدواء ديالو، تنعيط على الاطباء ديالو تيعطوني الدواء شريتو له. ملي بدا كيشرح لي تيقول لي ماما هذاك السيد راه وقفني بالطوموبيل وكان تيشرب الشراب وعطاه قرعه ديال البيره تيقول له هاك شرب، وشدها ولدي وجبد له يقول له تشرب له داك السائل المنوي ديالو، وانا ولدي ما عارفش. ملي مشيت عند داك السيد عند المراه ديالو تنقول لها راجلك شنو دار لولدي شنو دار لولدي، تهجموا عليا هو وولادو. ومشيت عند الدرك الملكي، من بعد ديت ولدي للمستشفى ديال الاطفال ابن سينا، دوزوا لولدي وعطوني شواهد طبيه بان الولد بن وليد انا متبعه له عند طبيب نفساني وعند مدام الركراكي بروفيسور ديالو ديال الراس وطبيب الاستاذ بدحي طبيب العظم، وانا دابا ولدي طالعه به تظهر طبيب في السبيطار، وداك السيد راه تعتقل نهار الخميس الفايته وكيجيو عندي عائلته دابا هنا تيقولوا لي ديري لي التبرئه تهددوا فيا، وانا شديت المحامي وما عنديش بحال كنتكفى مع العلاج ديالو، عنده مصاريف وعنده ادويه وعنده عمليه طالبينها لي ب 18 بالمليون، وداك السيد تكرفس ليا على ولدي ما عمرو وقع له شي مشكل بحال المشكل هذا. هاد السيد تكرفس عليه ما هي مره ما هي جوج، المخزن ملي كيسول ولدي تيقول له شحال من مره تيدير لك هادشي تيقول له جوج المرات وفي الغابه. انا نعطيك شواهد طبيه ديالو تقراو. كاين كاين تكرفس عليه جنسيا وعطاه الشراب يشربو، ولدي ما تيعرفش، قال لي ماما عطاني ديك البيره وقال لي شربها وفيها قال لك الثلج، وشافوا العساس ديال الماء التقني فاش كان موقف ولدي فاش كان موقفو وريحه الشراب تعطي في الطوموبيله ديالو. وهذا الشيء اللي كاين، وانا كنطلب من المخزن ومن القانون ينصفني وينصف ليا ولدي. ثاني مره هذه ثاني مره، حيت هو منين فايت ضربو ما عرفناش شنو السبب علاش ضرب ولدي، يعني انا مشيت على اساس انه ضربو، ما قلتش راه كيدير له شي حاجه ولا كيتكرفس عليه ولا. وسجلوا منين دار له داك الشيء تيقول له قول بان ما درت لك انا حتى حاجه، راه ماماك اللي كتحرضك عليا. كيتبت عليه التهم. داك التسجيل سجلوه. هو اللي تبت عليه. قال له بان راه ماماك هي اللي كتحرضك عليا، انا الوالده ديالي كتخدم معاه كدير الميناج، هي غير ميناج، هو خدام هنا موظف وهي كدير الميناج. دابا تيقول راه جداته والوالده ديالو تتحرضوا. ولا علاش غنحرض ولدي على شي حاجه بحال هكا؟ واش كاين شي وحده غادي تبغي لولدها التحريض بحال هكا وهاد المشاكل بحال هكا؟ انا دابا متبعه في السبيطار راسي طبيب نفساني، ولدي راه تنخرج انا هو اللي كيبقى يهضر مع الاطباء تيقول لهم اش وقع لي اش وقع لي، من تيسولو تيقول علاش ما قلتيهاش لماماك في المره الاولى، تيقول لهم اختها لا ضربني وما تخلينيش نخرج. بدات تدنا نسد عليه الباب وما كيبغيش يعاود ليا ولدي. هاد الشيء اخويا اللي كاين. شنو دابا هو ملي تقدمنا انا وياه في المحكمه ديال الاستئناف تعتقل من المحكمه، اعتقلوه من تما، ودابا حنا في التحقيق. البارح كانت عنده جلسه، انا ما استدعونيش ما استمعوا ليا ما حتى حاجه، ومع عائلته عندهم نفوذ وعندهم الفلوس جاو عندي هنا تيقولوا لك اللي بغيتي نديروها لك غدير له التبرئه، وانا ما عارفاش التبرئه، تيقولوا لي الناس الا درتي له التبرئه راه غادي تقلب عليك، يعني بحال انت درتي بلاغ كاذب. قالوا لي درتي التبرئه غادي تمشي ديريها لهم من هنا ويشدوك انت المخزن من هنا، وانا ما كنعرفش ما كنعرف حتى حاجه ما كنعرفها. جاو عندي الناس هنا وموظفين وعائلته، الموظف تيقول لك حنا كنا كنقولوا غير التنازل بحال التنازل والصلح، هما لا قال لك التبرئه.
دابا هما كيديروا كيحاولوا باي اشد الطرق باش يخرجوا، يعطيو عليه الفلوس باي حاجه باش يخرجوا. حاولوا معايا تعاون الاستاذ ديالي كيقول لي ما ديري معاه حتى حاجه، خليه مسطره تمشي كيف ما بغات. وهذا الشيء خويا اللي كاين، هادشي اللي كاين. دابا شنو كنطلب من الناس دي؟ انا كنطلب من الناس يوقفوا معايا، والمخزن وسيدنا الله ينصرو كنطلب معاهم يوقفوا يصفوا ليا وياخذوا ليا حق ولدي. انا هاد السيد ما عمري تعديت عليه ولا حكيت عليه. النهار اللي تحرش بيا مشيت للاداره ديالو شكيت بيه. واش دار مع ديك الوقيته؟ باش كيقول لهم انا هاد السيد عمري ما قصتها، عمري ما قررت ليها. فيت وقع له، وقع لي مشكل مع ولدو كيقرا مع بنتي، كان تيكتب ليها شي هضره ما كايناش، تيكتب ليها الوراق والبراوات. تعيطوا عليا المعلمين ديال بنتي تيقولوا لي راه داك الوليد شنو كيدير لبنتك، شنو تيدير لبنتك. ملي مشيت عنده للدار تندق عليه تنقول له عافاك راه ولدك راه شنو تي، قال لي ومالك انت دابا علاش نصدع راسك؟ الولد تيبغي البنت، غندير له كومبلي وغادي نجي نخطبك، نخطبو منها، نخطب ليك بنته. وفايت واحد الابن ديالو شد القرعه ديال المناضه ديال ولدي تيشرب المناضه، فايت بان له في القرعه المناضه وقال له اشرب. يعني هاد السيد هذا اللي تيقول اللي تيقول انا راه حطيت على الباطل ولا شي حاجه، انا كنت غنحط على الباطل كون منين دار ولدو داكشي غادي نمشي نشكي بيه عند المخزن. انا كنت كنقول انت ندير على ود المؤسسه، انا ساكنه هنا مع الوالده ديالي، على ود المؤسسه ما كنبغيش نادي تيقول لك ديري على ود هنا وحنا غنهضروا معاه. هاد السيد ما تيسحاش كاع من الشراب، راه السمعه ديالو معروفه هنايا، ما تيسحاش نهائيا من الشراب، دائما سكران، دائما ما عمرو ما كان ساحي. وديك الليله ملي مشيت انا كنهضر على اساس التسجيل، انا ما فراسيش ولدي شنو واقع له، تنهضر على اساس داك التسجيل اللي سجل ولدي. مشيت عند مرتو كنهضر معاه بالادب، خرجوا عندي ولادو غير الشرطات، واحد قال لي غندخل عليك تما وغنفعلك وغندير لك وغنفعلك. ومشيت شكيت به الدرك الملكي، درت به شكايه. تاني مشيت لعند الاطباء تيقول لي ام ولدي راه شنو وقع ليا، شنو وقع ليا. عاد اكتشفت بان هذا السيد راه شنو دار لولدي، شنو دار لي، داه هنا حدا واحد الغابه كاين حدانا هنا صغيره، تيلعب تي هو جالس بالطوموبيل وولدي هذا كيلعب بالبيكالا، عطيه الطبيب العظم جوج سوايع بالبيكالا يبقى يروض بها، تيشدو تيقول له شنو دير شنو دير. تكرفس عليه قال له جبد القرعه ديال البيره، تيقول له هاك ولدي شربها. ودابا ولدي تيقول لي ربما دار ليا فيها حتى شي كينه ولا شنو دار فيها شي حاجه. والاساس منين كان واقف مع ولدي راه شافو جابو حتى لحدا الباب ديال المدرسه وتيعيط عليه تيقول له جيت سمعت تسجيل وهو سكران، تيقول له راه شنو راه مولي حرضاتو. هو تيقول لولدي قول راه ماماك اللي حرضاتك، والتسجيل راه قدمو للنيابه العامه، تيقول لهم باننا ما درت حتى حاجه، ها ولدها تيعترف، سجلو هو وولدو جوج المرات كيسجلو ولدي، تيلقاو في الزنقه تيقولوا له اش تقول اش تقول، ولدو راه شد ولدي من هنايا و تيسجلو تيدير ليه فيديو في التليفون. وهادشي خويا اللي كاين، انا تنطلب من الناس يوقفوا معايا والمحسنين واي واحد يسمع هاد الفيديو يوقف معايا والمخزن والقانون. دابا حنا راه في التحقيق، هو راه في القضيه التحقيق. كنطلب من الناس اللي عنده شي ولد راه كنت تشوفوا حاله ولدي، راه عنده جوج اعاقات، جوج اعاقات اللي عند ولدي جاتو ميناجيت تيبيخيلوز ملي كان صغير، عنده الونسيس فوق الغشا ديال الدماغ وعايش غير بالادويه. ميمكنش هاد الولد يجلس بليا بلا دوا، كنجري بيه ما كنجلسش كاع في الدار، دائما طالعه هابطه السويسي. منين عنده 9 شهور دابا تبارك الله راه عنده 15 سنه وانا متبعه لداك الوليد. وداك السيد حكرني بزاف، حكرني هو الناس كلهم هما الناس تجيو تسولو عليهم طاغي بزاف. وهادشي اللي عطا الله، تنطلب منكم ومن المخزن ومن سيدنا الله ينصرو يوقف معايا ويوقف مع داك الوليد، راه تعدى عليا بزاف، تعدى على ولدي. ولدي دابا ما مروش كريز، منين كان عندو 9 شهور هو اللي جاتو حالة كريز، دابا راه عندو 15 سنة. دابا ولا كيشرب دي باكي، تيشرب بريزدال، تيشرب أدوية غالية بزاف، إلا ما شربش الدواء ما يتكالماش ولدي، كلو تيترعد. وزاد لي طبيب نفسي عاوتاني، دابا عندي يومين في السيمانة هاد الحصص ديال الطبيب النفسي كيستمع ليه. وهادي هادشي اللي عطا الله، أنا واحد السيدة كنجري على ولادي، كنخدم بكتيفاتي، بعت عليهم في المارشي النعناع، بعت الربيع، دابا دار لي المدير ديال المحل التقني الله يرحمه مسكين مات بكورونا، هو اللي بنى لي هاد المحل ديال
دايره فيه غير حلوه ديال الدراري الصغار والحرشه والملوي. عاوني بيه الله يجعل ربي يلقاها في ديك الجنه اللي مشى ليها. بنا ليا وعمرها لي، دار لي راس المال ديالي وكلشي داروا لي الله يرحمه به باش كنخدم. ها هو المحل عندي غير في الدار عند الوالده. صيفط لي البنايه مسكين الله يرحمه هو اللي بناهم ليا، وقال لي سيري بنتي عاوني داك الوليد. وداك السيد ما عرفتش واش مالو، حاط عليا تحرش بيا انا وتحرشوا ببنتي، وبقى لي هذاك الوليد راهو تكرفسوا عليه دابا. وانا كنطلب منكم وتنطلب من الراي العام يوقف معايا ويوقف معايا ناخذ حق ولدي. انا ما بغيت حتى حاجه، بغيت ناخذ غير حق ولدي. ولدي غير كيلعب، انا ما عمر شي واحد ادى عليا، ما عمر شي حد فكرت بانه غيدير لولدي شي حاجه. الا لقاك غير في الطريق تيقول لك الله يسهل عليك، سير اخويا الله يسهل عليك. اللي لقاه تيدعي معاه هو براسو تيقول له عمي. هادشي اللي عند الله.